الشعب السعودي يا دكتور يعرف التوحيد أحسن من كل شعوب إسلامية، ولذلك فبقاء السعودية على وحدتها وعلى سلامة أراضيها من أن يحتلها بعثي أو كافر هذا أمر ضروري جدا. ثم إذا نظرنا الحمد لله إلى بلادنا وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف بالقبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة. فدمت يا دولة التوحيد شامخة في ظل آل سعود يخفق العلم.